وين هسه حاليا احنا؟ احنا حاليا باحدى المقاهي البغداديه في العظميه. رمضان كريم. الله يسلمك استاذي وعمر والديك. الله يسلمك. شلونك؟ والله الحمد لله ماشيين. شلون رمضان وياكم؟ والله الحمد لله يعني الاجواء زينه طيبه. زين سولف لي الشاي. الشاي شيء مميز برمضان يعني من الاساسيات برمضان. اي يعني هذا طبع العراقيين يعني. شو يقول لك؟ يقول لك يعدل يعدل الراس. اي يعدل الراس. هاي الجمله الشهيره يعدل الراس. زين شايك شو وقت تحضره؟ والله انا يعني عندي زكريا اخوي يجي قبل الفطور بساعه. زين يجهز ويفرش الاسكمليات ويخدر الشاي ويحمي السماور يهيئ الماي يهيئ الشرابيت تمام كله جاهز. بعد الفطور هسه انا اجي استلم وياه ونبقى لحد 12 بالليل للوحده بالليل باقين وباقي القهوه تبقى للاربعه وللخمسه الصبح. جيد. بس احنا لانه شياب وهذا. زين تعال شوف لي هذا شو تسميه انت؟ تسميه سماور. 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 سماور هذا مال مي. اي هذا تصور فيه المي حار. المي الحار هذا بعد نفسه هو القديم. هو نفسه. اي نفسه ما تغير ترغم الحداثه القديمه بعدك عن الفرفوري. اي على نفس الترتيب الفرفوري ولا هذا؟ زين يعني هو نكهه الشاب الفرفوري يعني الفرفوري. زين هذا تنقلوه من هذا منه تخدرب هذا وتنقله بالفرفوري هو والحامض. الحامض هم يتخدر بالفرفوري. اي وتبقيه فتره ياخذ وقت ما له علاقه. اي وتخلي له شويه الهيل وترتبه. صب لنا شاي ابو شهاب. يلا عين صب لنا شاي خلينا نشوف شاي ابو شهاب بالعظميه. يلا 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 خلي نشوف شاي. وهسه احمد خلي شوف الكاميرا خلي يشوف الشاي شلون ينصب. يلا تعال. هاي بعد هذا زين احمد هذا ليش هيك يخلوه هذا المكان هيك؟ هم هذا يسموه لوجاغ. 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 اي فهذا يحافظ عليه يعني يحافظ عليه من الهواء ومن الاتربه وغيره. أيه يعني تبقى محافظ على الحراره مو لازم. يلا شوفوا شاي شاي المعظم شلون ينباعوه. هذا يصفه له من راس الفول. ورده ممنونه ابو شهاب. يلا خلينا نكمل تصوير ويشربون الشباب. يلا خلينا نشرب شاينا احنا نكمل ويا احمد. احمد سولف لي اكو ناس تطلب الشاي خفيف وفي ناس تطلب تخين. انت شلون انا حمودي هاي يعني كل من شربت الشاي. ايه ناس يشربوا سنجين يعني براسه وناس يشربوا وسطاني يعني نصه ومي كاسره مي. كاسره مي اي حسب كل واحد ووضعيته. زين هنا بالعظميه ناس الصحه تفطر من ضمنها من الشاي لازم موجود. اي عادي عادي كل الناس يعني هسه انا بالبيت من السحر اشرب كلاس شاي يعني الجهال ما يعني هاي شغله متوارثه يعني. ما زين سؤال احمد انت هسه متزوج. اي نعم. من اهل بالبيت يصبوا لك زوجتك شاي انت هنا يمكن تصير مزاجي لازم الشاي اللي هم بالبيت هم نفس الشيء لان نفس الخبطه يستعملوها بالبيت فلازم تشرب نفسه نفسه نفسه. اكيد اكيد ما يختلف. النسوان يقول لك شنو اطباخ شو نسوي من شاي ما يجي. اي مو هم كل من يعني ما متمارسين. اي عندي انا اختي وياي هي تخبط لي الشاي وهي ترتب نفس الشاي نفسه نفسه ما يختلف. الله يحفظك. هلا ابو شامل. الله يوفقك ان شاء الله. هلا بكم. هلا استاذ.